مساكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من حلقات برنامجنا الأسبوعي نبض الاتحاد. وسعدنا لهذا الأسبوع استضافة الأستاذ علاء نصر أبو إبراهيم صاحب مزرعة الحظيرة للدواجن. بداية أستاذ علاء أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. خلينا في البداية نتعرف بشخصك الكريم أكثر. أهلا وسهلا فيكم. اسمي علاء إبراهيم نصر من فلسطين، دارس إدارة أعمال ومقيم في دولة الإمارات من سنة 2007، يعني حوالي 10 سنين تقريبا. أي نعم 10 سنين في دولة الإمارات. ليه اخترت دولة الإمارات لحتى؟ والله صراحة يعني بعد ما خلصت مرحلة الجامعة يعني ودراستي الجامعية، الواحد بيستشير يعني وبيشاور يعني الأهل والأصدقاء وأصحاب الخبرة، فالكل كان مجمع على رأي واحد إنه يعني دولة الإمارات فيها الفرص متاحة أكثر وفيها تشجيع يعني سواء من المجتمع أو من الحكومة على أي نشاط تقوم فيه، يعني إنه في طريقه للنجاح. أكيد. بلشت بدولة الإمارات كموظف؟ أنا صراحة يعني أي نعم، أنا بس جيت هون على دولة الإمارات اشتغلت في شركة يعني بوظيفة وظيفة معينة يعني، واستمرت فيها تقريبا تقريبا 4 سنوات. بس ما شاء الله عليك بهالعمر الصغير هذا وبهالخبرة، يعني ما بنعتبرها كتير كبيرة 4 سنوات. تخرجت من الجامعة اجيت على دولة الإمارات 4 سنوات، اجتك فكرة؟ والله صراحة البلد هي المشجعة أكثر من أي شيء، يعني أنت بس تكون عايش في دولة الإمارات وشايف البزنس والأمور، وخصوصا أنا خريج إدارة أعمال يعني تجارة ويعني فالبلد هي المشجعة أكثر من الشخص شو هدفه من داخله يعني. وانت احد الاشخاص اللي استغلت الفرص. اي نعم، وانا لو اخفي عليك يعني حتى المشروع يعني انا بديته بداية صغيرة، يعني المشروع كيف المشروع بدأ صغير جدا، المشروع بدأ فكرة مش اكتر، يعني فكرة انه شو ممكن اتطور او اني اكون خارج نطاق الوظيفة والدوام الرسمي يعني. يعني بحثنا وشفنا دراسات جدوى المشاريع الناجحة يعني في الامارات، فلقينا يعني تخصص الاغذية بشكل عام يعني بعيد عن الدواجن هو يعني السوق اللي السوق دارج في الامارات بحكم الاستهلاك واللي موجود في البلد يعني، فقررنا نتخصص في هالمجال وسألنا أهل الخبرة طبعا، يعني هو اجتهاد أكثر ما هو كمان يعني توفيق، فوجهونا لمجال الدواجن. كيف كانت البداية؟ البداية كانت صعبة جدا، صعبة جدا طبعا لأنه ما عندي أي خلفية نهائيا عن حول هالموضوع نهائيا، يعني استفدنا من بعض خبرات أهل يعني الخير يعني وما قصروا معانا يعني، وأنا بشكر يعني حاب أشكر مركز خدمات المزارعين في مدينة العين يعني للأمانة، يعني عملوا معنا جهد جبار في إنجاح مشروع وكان فكرة صغيرة زائد يعني. هون إحنا بنيجي هون الشطارة بتيجي، أو نحكي إنه هاي الفكرة الصغيرة إحنا نستغلها ونطبق. أي نعم. الفكرة لحتى نوصل فيها للمرحلة. أكيد 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 أكيد. أنا كبداية بدينا في مجرد حظيرة لا أكثر، حظيرة تربية الدواجن وحظيرة واحدة فقط نربي فيها، مجرد تربية فقط يعني نشاط تربية وليس تسويق وليس تجارة وليس بيع ولا شراء. خدنا في المجال هذا حوالي 8 شهور وإحنا على حظيرة واحدة فقط نربي، مجرد مربي يعني مجرد مربيين، نتعاقد مع دكتور مختص في أمراض الدواجن ومن طرفنا الإدارة والتمويل ويعني وتكملة المشروع. طبعا خلال الفترة هذه أنت حيبان معك جدوى المشروع نجاحه فشلوا، ممكن يتطور ويستمر ونصرف عليه نموله أكثر، أو ممكن إنه نوقفه ونحط له حد يعني. للأمانة يعني مجتمع بوجهة نظري أنا مجتمع مستهلك، تجربتنا كانت ناجحة الحمد لله، فأخذنا القرار بزيادة التمويل والتوسع في المشروع. خلال هاي 6 سنوات من عمر المشروع. أي نعم. ايش عن عمر وجودك في دولة الامارات اللي هي من عمر المشروع 6 سنوات تقريبا؟ كيف تطورت؟ كيف قدرت تحافظ على هالثبات هذا؟ والله شوفي الثقه في السوق هي اللي بتخليك تتطور، لانه انت بدك انا بيهمني الكاستمر، الكاستمر هو اللي حيقويني ويعطيني دافع اني اتطور او ما اتطور، فثقه الناس فينا وفي انتاجنا وجوده الانتاج طبعا هي اللي رغبت الناس بانه يعني احنا على استعداد نتعاون معك اذا كان المحصول اكبر من الموجود. فكونه احنا قدرنا نوفر مستهلك للمشاريع اللي لسه يعني ما تطورنا فيها، هذا ادانا دافع كبير. اكيد. اي نعم. وبناء على نظره الناس لنا وثقتها فينا وفي انتاجنا
اخذنا القرار في التوسع يعني، والحمد لله كانوا عند حسن ظننا يعني. ما قد كان الفرق ما بين البدايه واليوم من الارض للسماء؟ فرق كبير جدا. جدا طبعا. انت اي مشروع، بحكيش على الدواجن، اي مشروع يعني بدايته غير توسعه وتطوره وثقه الناس، لانه كل يوم احنا بنتعلم، كل يوم احنا بنستفيد، كل يوم ثقه الناس فيها بتكبر. احنا في الاول كنا نتعامل مع ناس عاديين سوق فقط، لا الحين وصلنا لمرحله تعاون حكومي مع جهات حكوميه مع عقود كبيره. فهذا طبعا ما اجاش في يوم وليله يعني، انه يعني طبعا بذلنا مجهود ضخم جدا، كثير ناس ساعدتنا يعني. انا ما بدي انسب كمان الفضل لنا، كثير في ناس ساعدتنا في المواضيع هذه يعني، سواء ناس عاديين او مؤسسات حكوميه. انا بديت الشكر لخدمات المزارعين في 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 شركه الكهرباء العين للتوزيع، وعلى راسهم يعني انا يعني للذكر في المهندس اكرم، قدموا لنا خدمات كبيره جدا في تطوير قدرات المزرعه الكهربائيه من الطاقه في في مجال الاعلاف والموردين الاعلاف وشركه اجرافيت الاعلاف في دعمهم لنا. في شجعونا كمان الامن الغذائي اللي من الحكومه. جميل. احنا طبعا الحين مصنفين من ضمن مزارع اللي يعني متحكمه او بتساعد في الامن الغذائي لدوله الامارات العربيه المتحده. رقمنا 13 احنا تقريبا على مستوى الحين، وان شاء الله من افضل لافضل. فاحنا بنتطور. نحكي عن مزرعه الحظيره للدواجن، ايش الخدمات اللي بتقدمها للمستهلك؟ والله احنا كتخصص في الانتاج، هو الانتاج اللحم وليس البيض، كلحوم. انه احنا بنربي دجاج لحم للمائده. في مجالات اخرى طبعا، في دواجن للبيض موجود. لبيض المائده لا، احنا تخصص لحم. في متعاقدين مع مزارع مش ملكنا لكن تعاقدات خارجيه يعني بانتاج الصوص، وفي عندنا فقاسات، وفي عندنا الحين دخلنا في تجاره الاعلاف، وعندنا استثمارات ضخمه في تجاره الاعلاف يعني. وان شاء الله يعني احنا شو في مجالات بتفيدنا في هالمجال احنا ما حنقصر، بس طبعا كله بناء على رؤيه وعلى هدف وعلى دراسه جدوى. ما بندخل في اي شيء الا بده يكون وراه يعني فايده اكيد لنا، لانه عندنا طاقم عمل وعندنا مصاريف وعندنا، فبده يكون كل شيء مدروس يعني. اكيد بالتوفيق لكم استاذ علاء ان شاء الله. الله يبارك فيك، حياك والله. ان شاء الله يعني الشباب هذا واللي فيه روح الشباب هاي ما وقفهم طموحهم. اكيد انا عندي كثير مشاريع في بالي، بس طبعا تعرف يعني كل شيء عشان يكون صح لازم يبدا بدايه صحيحه. أكيد. البدايه الصحيحه وخصوصا في دوله الامارات بناء على القوانين اللي محطوطة وقوانين في صالحنا، احنا بنشوفها مغلظة مثلا، لكن من 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 ناحية الاهتمام يعني بيتطلب شروط معينة، بيتطلب كلها للمحافظة طبعا. طبعا، بس هذه بدها إرادة يعني، بدها دعم مالي مش بسيط يعني. فان شاء الله احنا بنبدع في اللي موجود حاليا وبنحاول نتطور خطوة خطوة يعني الى ما شاء الله يعني. في اي رؤية مستقبلية حابب؟ اكيد اكيد. في اي هدف، في اي مكان معين انت حابب توصل؟ اكيد اكيد اكيد. انا في عندي افكار كتير كبيرة يعني بس يعني الواحد بيحتفظ فيها لنفسه يعني، تعرف هذه ابدلها افكار. أكيد. اذا اتاخذت من شخص لشخص يعني. بالنهاية بنتمنى لك اكيد التوفيق. الله يبارك فيك، مزيد من التقدم والنجاح. الله يخليك، شكرا جزيلا. عندك هالروح الشباب. الله يبارك فيك، تقدر تكمل مسيرتك. تسلم، حياك والله في اي وقت. الله يحييك. الله يبارك فيك. اليوم يعني زي ما حكينا في البداية، هي الامارات هي احدى الاسباب اللي ساعدتنا اليوم. اكيد. اي نعم. اليوم الاستقرار اللي موجود في دولة الامارات، الامن. اكيد. مظبوط مظبوط مظبوط. برؤيتك، حسب رؤيتك، منظومة الأمن والأمان قديش إلها دور لتساعد على تطوير يعني منظومة الأمن والأمان بتقودنا لارتفاع القوة الشرائية. أنا بدي أحكي من ناحية تجارية يعني، لأنه هذا اللي بيهمني يعني، اللي بيهمك. أمن وأمان، استقرار أسري أو مجتمعي بيقود إلى قوة شرائية في المجتمع. والقوة الشرائية حتعود علينا كتجار أو كأصحاب مهن خاصة أكيد بعائد يعني. ويعني الواحد شايف البلد وشايف امورها يعني، الحمد لله، وكيف الناس بتستفيد وبتفيد يعني. احنا الدوله موفره كل الخدمات لنا، واحنا ناس منتجين، واكيد موفره للمجتمع، والمجتمع يعني بصرف الفضل بهالمنظومه هاي وبهالتطور والازدهار اللي بتعيشه اليوم دوله الامارات بعد رب العالمين. برجع لاشوف حكايه اكيد كان الدور الكبير والفعال والواضح على مر الزمن. اكيد اكيد. بهالتطور اللي موجود، لهيك احنا بدنا نوجه لهم رساله شكر عبر برنامجنا. والله يعني شو ما بدنا نوجه رسائل شكر، ما اعتقد انه يعني اكيد حنكون مقصرين، انا بحكي عن نفسي
انا لا انا انا يعني مش مواطن، انا وافد على البلد هذه، انا شفت خير في البلد، يعني بحكي عن نفسي، يعني شفت خير في البلد هذه من حكامها، من الخدمات اللي بيقدموها لنا. يعني الواحد بدوش يقارن انه ما بشوفها في بلده، لا، بس عن جد عن جد شيء فوق الخيال. كل التسهيلات، كل الامكانيات لنجاح المستثمر في البلد هذه موفره، وهذا يدل بدل على 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 قياده حكيم وعلى فكر حكيم، على فكر حكيم. اي نعم، اكيد اكيد. فالله يطول في اعمارهم ان شاء الله ويوفقهم ان شاء الله ويزيد عليهم الخير وعلى بلادهم بالامن والامان، ونضلنا احنا كمان يعني محافظين على النعم اللي هم اعطونا اياها بعد رب العالمين، ونوفي لهم حقوقهم، لانه اكيد اكيد احنا لازم من واجبنا انه نوفي بال 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 بالعطاء اللي هم اعطونا اياه، انه نلبي نداء للوطن هذا ان شاء الله يا رب ان شاء الله. اكيد كلمه شكر اخيره عبر البرنامج. والله انا بشكركم على الزياره الطيبه هذه، يعني انتم اسعدتونا يعني باتصالكم، وبشكر خدمات المزارعين انها يعني طرحت اسمنا من ضمن يعني الاسماء اللي انتم يعني تعمل معهم لقاء، وهذا طبعا بدل على يعني ثقتهم فينا كمان يعني. ما شاء الله عليكم. وبشكر كل من ساعدنا، يعني هذه اول فرصه انا ممكن احكي فيها على ناس ساعدونا كجنود مجهولين، يعني ما حد بيعرف عنهم، يعني الواحد ما بده ينسى كمان الفضل له، اكيد توفيق من رب العالمين، بس يعني في كثير جنود مجهولين اجتهدوا معنا، ويعني في المهندس محمود الغول، المهندس ناهض الرخاوي، يعني هذول جماعه يعني الواحد يعني لازم يذكرهم لوجه الله، يعني والله يوفق الجميع ان شاء الله يا اختي ان شاء الله. واحنا بنتشكرك بنهايه لقائنا. الله يبارك فيك، حياك الله. كلام رائع، نتمنى لك ان شاء الله مزيد من التقدم والنجاح. الله يسعدك. شكرا لك ولحسن استقبالك. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا، حياك الله.